هل في حسد؟ بيقول لو طلعت من الشقة ربنا هيديكي، عشان في حسد في الشقة. أعمل إيه يا أبونا؟ ونادي لي 5 سنين ما معيش عيال، اديني نصيحة. لو طلعت من الشقة أروح فين؟ رجاء محبة يا أبونا رد عليا، أنا برد أهو. ما تطلعيش من الشقة يا بنتي، مفيش حاجة اسمها حسد موجود في الشقة يخليك ما تخلفيش. اللي ممكن يخليك ما تخلفيش الأعمال الشريرة، اللي ممكن يخليك ما تخلفيش الأعمال الشريرة، ممكن يكون معمول لك عمل، العمل ده لو ما تفكش هيلازمك في الشقة دي أو في شقة تانية، هيلازمك العمل. يبقى الصح إيه؟ بدل ما تسيب الشقة وتسمع كلام الناس اللي مش فاهم حاجة، لا، ارجعي للكنيسة تاخدي مية مصلية وترشها في الشقة وانت تستحمي منها وتشربي، وفي نظام بنقول لكم عليه وكل اللي تابعوه بنعمة المسيح ربنا استجاب جدا جدا جدا، وربنا اداهم ناس كتير خالص خالص يعني خالص بلا عدد يعني. ارجعي للكنيسة او تواصلي معانا على الواتساب وهنقول لك النظام ايه، وان شاء الله ربنا يفرح قلبك. لكن من جهة في حسد، طبعا في حسد، في حسد الشيطان وفي حسد الناس. عشان كده احنا في صلاة الشكر دايما كنيستنا الواعية الأرثوذكسية في صلاة الشكر نجينا من كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، وحاطين الحسد على رأس القايمة، الحسد على رأس القايمة. في حسد وانا حكيت لكم مرة واحدة بنت كانت في الكلية وجات لي تشتكي لي من نفسها، تقول لي يا ابونا انا تعبانة جدا من نفسي. قلت لها ليه يا بنتي؟ قالت لي انا عيني حسودة. قلت لها في واحدة تقول عن نفسها انا عيني حسودة؟ قالت لي يا ابونا انا عيني حسودة. ليه بتقول عن نفسك كده يا بنتي؟ مين اللي اقنعك بكده؟ قالت لي يا ابونا انا عيني حسوده، لدرجه ان اخواتي في البيت البنات لما وصلت بهم الدرجه انهم بيخبوا عني اي حاجه جديده يشتروها، بيخبوا عني اي حاجه جديده يشتروها. فواحده من اخواتي انا صبت عليها، فجت في يوم من الايام اشترت بلوزه جديده، فقالت لي انا اختي صعبان عليا، مش معقول كلنا بنعمل كده، انا هكسر القاعده ديت وهنخش لها وريه. فلبست البلوزه دخلت عليا وانا كنت قاعده اذاكر في الصالون، دخلت عليا قالت لي حبيبه قلبي انا بص بقى انا هكسر القاعده، انا لسه شاريه البلوزه دي، ايه رايك فيها بقى؟ قال لي بصيت لها يا ابونا البلوزه حلوه جدا. قلت لها الله، ده البلوزه دي هتاكل حته منك، الف مبروك. قالت وهي خارجه من باب الصالون اتشبطت في الاكره بتاع الباب اتمزعت نصين. فالبنت بتشتكي من نفسها انها بتحسد. طب البنت دي بتحسد ليه؟ اي انسان بيحسد ليه؟ لان قلبه ما فيهوش ايه؟ محبه حقيقيه، ما فيهوش محبه حقيقيه، في حسد، في غيره دفينه في القلب مستخبيه مش باينه، فبتظهر في الحاجات دي كلها. لكن لو عندها حب حقيقي ده تتمنى لاختها التقدم والازدهار، وتتمنى للكل مش لاختها بس، وتتمنى للكل ان يبقوا احسن منها كمان، ايه المشكله؟ والدين يا رب زي ما اديتهم وكده يعني. ودي محتاجة العلاقة حية مع ربنا.